أمواج البحر هاته تأسر كل متأمل فتبعث فيه الهدوء والسكينة. مورد طبيعي بمياه صافية ساحرة، سحرة فعاليتها في علاج مختلف الأمراض وأمراض المفاصل. المليح في مياه البحر انه راهو من دون اضافات، ديجا مياه البحر اللي ما فيش لي ميكروب باسكو درجه الملوحه تاعو عاليه، مليحه لامراض المفاصل، لا تندينيت. تعمل هذه المضخات والانابيب على استخراج مياه البحر على بعد 300 متر بسعه 60 مترا مكعبا في الساعه، على ان يتم تسخينها والمحافظه عليها دون اي اضافات كيميائيه. المحطة الأولى هي محطة الاستقطاب، وبعدها نمر بمرحلة ثانية وهي مرحلة تصفية المياه، وبعدها المرحلة الثالثة في المحطة الثالثة نقوم بتجزئ المياه، تتجزأ إلى جزئين، جزء مياه ساخنة ومياه باردة. هنا الأساس، هنا لي شوديار، هنا لي يسخن الماء وكاع يجو حتى لهنا، نجبدوه من البحر نباتوه لهنا نسخنوه هنا كاع الماء ونباتوه ليطاج دي سوان. يوسف الأخضر وآخرون يعالجون بالمركب وفق برنامج منظم بين غرف التدليك والرشي بمياه البحر وأحواض التدريب وقاعات التأهيل الحركي لضمان علاج فعال. هذا مولانا يستراح يريح كل من نفس تاعو، من اللي مسكل تاعو، الأعضاء تاعو في كل مكان وخدمته. في البينوار لا بيسين سا ديبون الميدسان باش يعطي لك كوم اكزرسيس. عندنا ثاني حاجه لي سوا تاع المساج. ما شاء الله جينا منوهرين وما شاء الله كامو بينا. الله فينا. ان شاء الله نعاود نولوا. الاستفادة من هذا المورد الطبيعي الهام دون التأثير عليه أولوية واستراتيجية يضمنها هذا المركب ليعيد المياه المستعملة غير ملوثة. رحلة ترفيهية وسياحية والأهم من ذلك علاجية بمورد طبيعي 100% يجذب الزوار من كل مناطق الوطن.